بيكم في دبي. اخيرا وصلت دبي، رحت الموتيل، صليت وغيرت هدومي و مع ايه بقى، ناطحات السحاب بقى. نمشى بقى شوية في شوارع دبي ونروح برج خليفة. استنوني بقى. قبل بقى ما اوصل لبرج خليفة احكي لكم شوية بقى ايه عن الصدفة الجميلة جدا اللي انا يعني بتحصل لي بصراحة من اول السفرية، وده من قام ربنا عليا، ان انا اول هوست اللي اقعد فيه في ابو ظبي يبقى جنب حاجات كتير جدا حيوية، منها موقف اوتوبيسات ابو ظبي. فكنت اي حاجة ببقى عايز اروح لها كنت بلاقي الموقف جنبي وباخد منه الباص. اي نعم كنت بستنى شوية بس عادي، يعني ما ده الطبيعي اللي الناس بتستناه، فما كانش في مشكلة. الصدفة التانية هو الهوستل اللي انا قعدت فيه في دبي. الهوستل ده يا جماعة على بعد 20 دقيقة مشي من برج خليفة، فانا حاليا رايح برج خليفة مشي، مش محتاج ان انا اركب حاجة. برج خليفة جنبيه برضه حاجات جدا حيوية، فبالتالي ان شاء الله يعني محتاجش اركب مواصلات كتير، فبالتالي ان شاء الله مش هحتاج ان انا ادفع فلوس مواصلات كتير ان شاء الله، يعني اتمنى يا رب. بس هبقى اسيب لكم ان شاء الله اسم الهوستل في الديسكريبشن تحت، وعشان ان شاء الله لو حد جاي دبي يقعد فيه. الناس بصراحه لطيفه جدا وناس لذيذه، حتى انا بكره ان شاء الله يعني راجع تاني ابو ظبي بالليل، عرضت طلبت منهم ان انا اسيب الشنط بتاعتي عندهم. الناس ما قالوليش اي حاجه ولا طلبوا مني فلوس ولا اي حاجه، قالولي تمام ما عندناش مشكله وانجوي يا برنس، و هشوفكم كمان شويه. باي. اخيرا جت اللحظه اللي انا كنت مستنيها، مش عارف بقى انتوا كنتوا مستنيينها ولا لا. برج خليفه يا جماعه، انا اول ما شفته وانا ببص للبرج وبرفع دماغي، انا والله كنت فعلا هدوخ من كتر ما انت بترفع راسك فوق قوي عشان تجيب اخره. فحاجه شايبان يعني، انت بتفضل ترفع راسك كده 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 مهما اهو. فالموضوع بس كنت حابب ان انا لازم اجي دبي طالما جيت الامارات، فروحت ابو ظبي بعدين اخدت الباص من ابو ظبي، جيت هنا دبي. الباص من ابو ظبي محطه ابو ظبي لحد دبي ب 25 درهم كارت نقول، ده الكارت المستخدم للمواصلات في دبي. ده لما بتشتري الكارت بتاخد يعني بتدفع 40 درهم بتاخد 36 درهم بالانس، بتقدر تستخدمهم سواء في اوتوبيسات او في المترو او اي مواصلات داخل دبي. بس تكلفة التوصيلة من ابو ظبي لدبي 25 درهم، الباقي بقى ان شاء الله هستخدمهم في المترو وكده. بس دي دبي، ده برج خليفة. هقعد بقى هنا مع الناس اللي قاعدة دي، انجوي اللحظة، وشوفوني بكرة اروح كام مكان كده اصور لكم ان شاء الله منه هنا في دبي قبل ما اروح المكان اللي انا اصلا جاي عشانه. انا اصلا ما كنتش جاي الامارات، بس كان لازم اعمل ترانزيت في الامارات لمده 4 ايام، حاولت ان استغلهم، رحت جزء في ابو ظبي وجزء تاني رحت في دبي، وان شاء الله كمان يوم هوديكم بلد جديده. اشوفكم على خير.